جناح الفوق. عيقوا بالي من الهموم خالي، ما دريتش إلا وفي رقبتي طوق بيشدني من فوق جبل عالي، والريح فحيح ترمي اللهب في العروق. كم من ضحايا حالهم حالي، أصرخ وصوتي بالألم مخنوق. اصحوا يا ناس يا ناس يا ناس، اصحوا يا ناس يا ناس يا ناس، اصحوا يا ناس، اصحوا يا ناس يا ناس يا ناس، اصحوا يا ناس قبل الضياع والندم، سد الهويز قبل الطوفان والدمار، اصحوا يا ناس، سد الهويز لشدنا الطيار، اصحوا يا ناس يا ناس، سد الهويز، اصحوا يا ناس، اصحوا يا ناس، افتح يا حلاوة. بقول لك هتفتحي ولا افتح بالمفتاح اللي معايا؟ نعم يا معلم. نعم الله عليك يا اختي. مش عاجبك المهية يا حلاوة؟ مش عاجبك يا اختي؟ ماشي يا حلاوة، ترجعي بقى، ارجعي للشارع احسن لك، ارجعي للجنينة اللي كنت فيها يا اختي. انت خسارة فيك المعروف. مش فاهمة بتعمل كده ليه حسبه؟ عشان انا اللي استاهل يا حلاوة، فعلا انا اللي استاهل، وانت صنف نمرود واخسره فيه الجميل. يا سلام، انت تاكل عرق وشقايه ببلاش يا بلاش وتزعل، ومش عايز ولا كلمه تانيه يا حلاوه. وهتخرجي بره يا اختي وهتاخدي هدومك معاك، ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. يا لهوي، يعني بتطردني يا حسبه؟ واكسر رجلك لو هودت هنا. ارجعي الجنينه يا اختي مطرح ما كنت. الجنينه؟ لا، مش هروح الجنينة يا حسبه، هروح القسم أبلغ عنك. حلاوة، على فين يا بنت؟ مفيش بينا كلام تاني يا حسب، أنت اللي قلتها، أنت من سكة وأنا من سكة. استني، تعالي يا حلاوة. رايحة فين؟ أنت سمعت كويس يا حسبه، أنت عارف أنا رايحة فين. أنت زعلتي مني يا بنت؟ لا ما يصحش، هزعل منك ليه؟ عايز تطردني وترميني برا البيت وتقولي ما زعلش منك يا حسبه؟ طلباتك ايه؟ وبعدين يعني هو البوليس هيعمل لك ايه يا حلاوه؟ مش هيعمل لنا يا حسبه، هيعمل لك انت. ده بيتهيالك يا حلاوه، فدي شغلي كله في المداري، وما حدش يعرف قراري ولا الجن الازرق. خلاص يا حسبه، امال خايف ليه؟ ريم مش خايف، انا بس ما احبش الشوشره ووجع الدماغ. وبعدين انا بعزك يا حلاوه. بتعزني؟ هو اللي يعز واحده ياكل عرقها وشقاها يا معلم حسبه؟ اعوذ بالله، ده لا يمكن ولا مش ممكن يكون ابدا. اكل عرقك؟ احنا بس شغلنا على خفيف ومحدش عارف مكسبه كويس. مش فاهمه يعني ايه. يعني انت حيالله بتشتغلي على الضيق، لكن لو تبيعي كيس ولا كيسين ساعتها نتكلم في نصيبك. لكن دلوقتي بتبيعي ايه؟ حيالله 30 40 برشامه. وانا مالي؟ ها، وانا مالي حسبه؟ يعني هي القهوه فيها 100 نفر يا خي؟ ما هو ده الكلام يا بنت الناس، ده الكلام المظبوط. ومن بكره
هيبقى كيس البرشام في ايد وورق اليانصيب في الايد التانية. يانصيب؟ يانصيب كمان؟ امال يا حلاوي، ما هو دي يا بنت اللي يسلك الشغل وتوزعها على قهوتنا والقهوة التانية على حسه. القهوة التانية؟ ده كلام جديد يا حسن. وهو انت مش صبر على رزقك يا بنت، امال بكرة نشتغل على كبير قوي. انت فاكرة شغل القهوة بتاعتنا ده يكفي؟ يا حلواني انا عايزك معايا للشغل الكبير. موافقة؟ بس كله بحسابه يا حسبه. انا بستفيد يا حلاوي وانت كمان لازم تستفيدي، بس لما تشتغل الشغل التقيل وحقك هتاخديه زيك زي السوق. افهم يعني اي حسب؟ يعني ترجعي اوضتك يا حلاوي، بيتك ومطرحك. ما تعيطيش يا بنتي، ما تعيطيش، ما تزعليش. انتوا بتعملوا فين كده ليه يا ابني؟ منه شهري من امك طماعة. فهيم وبعدين معاك؟ انا بدور على مصلحتك يا بنتي، مصلحتك وبس. تفتكري كده يا ماما بتحافظي على مصلحتي؟ على الاقل حسبه ما يبقالوش حج عندنا. وما تنسيش ان حسبه ممكن يفكر في الشر. اللي بيفكر في الخير بيتوكل على الله وما بيخافش. وبعدين طاهر بيحبني وشريني واني كمان عارفه كل حاجه. انا عارفاها. بقول لك ايه، مدام طاهر شريكي ودفع فيك 8، ما يخليهم 10 وانا من العندي قبل العندي. الراجل باع مخرطه بحالها يا خويه. الورشه بتكسب دهب علشان يعرف ان هو ما خدهاش بالساهل، ويحافظ عليها ويعرف قيمتها وما يفرطش فيها بعد كده. معلش يا بنتي، استني لما نشوف اخرتها معاها ايه. انا رايح الدكان. مفيش سهر بعد الساعه 10، مفيش خروج من الحاره، مفيش حد يجيلك من بره الحاره، مفهوم؟ لازم ترجع عشان تنام بدري، السهر وحش على صحتك. قبل 10 كمان يا نعنع حب اهلي. بقولك ايه، ما تحضر لنا حشوه حلوه بالاذن. من عيني. عندك 3 شاي. ايوه جاي. اديني 4 برشامات اللي اديتهم لي امبارح. الفراوله برشام ابيض ده حلو قوي. صحيح يعني 2 احسن واحد. وانا هغشك يا عم فهيم، ده انت نسيبي، حد يغش نسيبه برضه. نسيبك؟ ايه الاخبار؟ لسه ما فيش جديدة. البت مش راضي، ربنا يسهل. هات البرشام. 2 جنيه. 2 جنيه هم. المزاجة. معلم حسبه، أنا عارف إيه اللي بيحصل كويس قوي هنا. فجلة ليه ما جابش الشاي لغاية الوقت؟ اجري يا أخوان اجري. بقول لك يا فهم. فهم حاف كده؟ فهم بغموس يا عم فهم. لو خدت منك بريال زيتون وبريال حلاوة وبريال جبنة يبقى الحساب كام؟ 60 ساخ. 60 ساخ. 60 ساخ. ماركات
ابعد خد بيهم شاي وقهوه طول اليوم. عيني الاكل بسرعه، ما اكلتش طول اليوم. يخليهم لك، وعندك اتنين زيتون واتنين حلاوه وصلحه. زمانه جاي ما تقلقش. شكرا. السلام. مع السلامه. سلم على والدك. ايه يا فهيم اتاخرت ليه؟ فين الكسير؟ كسير الشباب يا فهيم. الشباب المهكه الواقع. يا اناني تدي كل واحد فينا حبايه، تاخد انت اتنين. هجيب لكم بس استنوا الصبح. روح ربنا يسامحك. طب مش استنى الاول لما تشوف الاكسير هيعمل ايه؟ خد خد يا بيس. من بدري. طب اقول لك ايه يا نعناع؟ نعناع؟ لا ده انت باين عليك رايق قوي الليله دي. قوي قوي. بقول لك ايه؟ ما تجيب لنا العشاء هنا. وماله؟ انت تأمر على راحتك من العندي ومن العندي. المطلوب اتنين حلبة وتلاتة شاي للطلبة. البرامة 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 صاحب الليلة الكسبان الربحان البرامة بتاع كله. البرامة مبلسين ولا مطيشين؟ صاحب الليلة صاحب الليلة البرامة 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 يا برامة البرامة البرامة يمشي 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 يمشي. مش
هتبعتي المكسب وخليكي حلوه يا حلاوه. ده انا حلاوه ازاي هبقى مش حلوه؟ اقعد بالعافيه. الكسبانه الربحانه يا مبدا. البريمو اتفضل يا عسل. مساء الفل يا فل الفل. يا مساء الجمال. ها سعاده البيت طلبات؟ انا ماليش طلبات، انت اللي ليك. انا ليا ايه لا مؤاخذه؟ انا التاني مره بعرض عليك البضاعه دي والاخر مره. تاني يا سعاده البيت. الكيس ده 100 حبايه ب 100 جنيه، انت هتبيعيهم ب 200، هتكسبي اقل ما فيها 50 جنيه، انت هتاكلي بقلاوه. لا يا سعاده البيت، انا ما اشتغلتش في الممنوعات. اه وهي الحاجات دي كلها مش متهربه من مينا؟ دي صابونه واحده تعمل لك قضيه. صابونه يا عسل مش مخدرات. ومين قالك احنا ببيع مخدرات؟ احنا ببيع ادويه، ايش مهدي للاعصاب؟ كله الا كده سعاده البيت، ده انا وحدانيه وغلبانه ومش حامل مرماطه. يا شوشو انا عايزك تقبي فوق الدنيا، تلبسي احلى الموديلات، تفتحي احلى المحلات، تركبي اجمل العربيات. هيحصل وحياتك يا سعاده البيت، هيحصل. هلبس انضف هدوم واحلى هدوم، وهركب برضو انضف عربيات، بس من شغل تاني يا عسل مع سامي. اه مع سامي. قلتيلي بقى انا ممكن اجيبلك منه الاذن وتبيعوا العمليه سوا وتقسموها على بعض. انا كنت عايزك تكسب لوحدك يا جميل. بالاذن يا عسل. أنا ناسي. مع السلامة. أحضر لك العشاء. فاصوليا وسلطه ولحمه. بقى اقول لك ايه؟ الكرومبه، ما تنسيش الكرومبه. حاضر. حاجه تانية؟ لا مع السلامه. ايه ده يا قشطه؟ انت جرى لعقلك ايه يا قشطه؟ ايه يما تاني؟ انا مستعجله. يا بنت انت جرى لك ايه النهارده؟ لابسه فرده وفرده. يا خبر، والله ماني عارفه جرى لي ايه النهارده. اللي واخد عقلك يتهنابه. قول يا عم مدين غير مدقون. انا فاهم يا طاهر يا ابني، اتكل انت على الله وربنا هيجعلك من المقبولين، دنيا ودين. عشان عيونك يا قشطه استحمل العذاب وفداك كل عمري. بس اني زعلت قوي على المخرطه يا طارق. ما تزعليش على غالي، وانت معايا هجيب بدل المخرطه ثلاثه والورشه هتبقى مصنع كبير.
طه، مش انت بتعزني؟ بعزك؟ ده انا حب لك يا قشطة اكبر من البحر والكنال والسفاين اللي عايمة فيه. امتى يجي اليوم اللي نتجمع ونقعد فيه مع بعض؟ انا لما قالوا لي ان حسب اتقدم كان هاين عليا اغرقه واردم عليه في الكنال. مفيش مخلوق هيقدر ياخدك مني. عشان كده يا طاهر ما تزعلنيش وخد دول. ايه دون؟ صيغتك؟ بيعها وكمل على الفلوس اللي انت محتاجها. لا يمكن، يستحيل. انا اخد ذهبك. امسكي. يبقى انت كده ما بتحبنيش ولا عاوزني خالص. ازاي؟ مين قال كده؟ هو ده معنى كلامي. طب انت عندك حل تاني؟ هتفرج باذن الله. وافرض ما فرجتش، هتستنى لغايه ما يجوزوني حسبه وساعتها برضه هتقول لي بعزه. اه يستحيل. يبقى توافق وتاخدهم وتبيعهم. لازم نعمل كده يا طارق عشان ما يبقاش حسبه احسن منك وعشان اهلي يرضوا. وبعدين كل شيء بيتعوض يا طارق، يعني هيكون ذهبي اغلى من المحرقه بتاعتك. مفيش عندي اغلى منك يا قشطه. يبقى عشان خاطر توافق. الغاوي ينقط بطاقته يا حلو، واللي ما معهوش ينقط ما يغواش. ولا ايه يا فجله؟ ايوه يا سيد المعلمين، يا سيد البر كله. قول يا حسبه، ما بلاش شغل التليح الكلام ده وخلينا جرانا احسن. كلمني يا اسطى، في حاجه؟ بتقول ايه؟ بقول لك بلاش تليح كلام وخلينا جرانا احسن. جرايا يا جدع، انا لقحت في الكلام. طب هو انت غاوي؟ هو انت بتنقط بطاقتك؟ هو انت قرع ولابس طاقيه؟ حلوه حلوه. شوف حسبه، انا هجيبها لك على بلاطه. انا غاوي وبحب قشطه وهتجوزها غصبا عن عينك. دول يا معلم دول يا نايم. الغاوي ينقط بطاقته يا حلو، واللي ما معهوش ينقط ما يغواش. ولا ايه يا فجله؟ ايوه يا سيد المعلمين، يا سيد البر كله. بقول يا حسبه، ما بلاش شغل التليح الكلام ده وخلينا جرانا احسن. كلمني يا اسطى، في حاجه؟ بتقول ايه؟ بقول لك بلاش تليح كلام وخلينا جرانا احسن. جرايا يا جدع، انا لقحت في الكلام. طب هو انت غاوي؟ هو انت بتنقط بطاقتك؟ هو انت قرع ولابس طاقيه؟ حلوه حلوه. شوف حسبه، انا هجيبها لك على بلاطه. انا غاوي وبحب قشطه وهتجوزها غصبا عن عينك. دول يا معلم دول يا نايم. انت تتجوزها، انت عندك ايه عشان تتجوزها؟ امال عايز
بتحسب انك انت تتجوزها بعراقي منك يا حرامي؟ انا حرامي؟ ايوه حرامي انا حرامي، لكن انت عوضتني. اسكت يا حيوان، اسكت بقى يا جدع. انت خش يا ولدك، تعال معايا يا طاهر. هو خلاص دخل، هو تعال معايا يا جدع بقى. هو دخل قهوته خلاص يا اخي. يا ناري يا ساتر، يا ناري لو في ايدي بس كنت شايته نصين. ابعد ابعد. لما يعاير الحرامي العواطلي قول على الدنيا السلام. يستاهل، يستاهل كل ده واكتر. هو مين ده اللي يستاهل؟ هو فيه غيره؟ طاهر عمل اللي فتوت الحته. بقى الضار يخطي حسب وداله حته على النماه. يا سلام، بقى حاسبه يضرب طاهر؟ ليه؟ ده كان طاهر كسر عظمه. معلش، القرد في عين امه. بس انا بقى محدش قال لي، انا شفت بعيني محدش قال لي. وريني وريني جبت الخضار. قال يضربه. قال عم مدبولي انا اتسرقت. اتسرقت الصيغه؟ صيغه ايه؟ صيغه قشطه عم مدبولي. وهل اللي قبلك صيغه قشطه يا ابني؟ كانت مديهاني وحلفتني اني لازم اخدها علشان ابيعها واكمل بيها المهر. كانت في جيبي يا عم مدبولي وقت الخناقه. وانا اللي كنت ناوي ابيعها ولا حاجه، كنت ناوي ارجعها لك. حقاني تبقى مصيبه سودا لو راحت. فضيحه يا عم مدبولي، فضيحه. تفتكر حد خده؟ قولي لا. بس هو مين؟ اسمع عم مدبولي، ما فيش غيره، انا رايح له. هو جاي الحساب عند الغلام ده. يا تعال ورينا هدومك. ايه دي؟ انت بتعمل ايه يا سطا؟ مالكش دعوه انا بعمل ايه؟ واعمل طريق. ايه دي؟ تعال برا. ايه تعال بس. ايه ايه من راحت فين؟ مين فيكم اللي عملها؟ ايه 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 جراية يا طاهر، بتفتش الرجاله بتوعي ليه؟ ما راهمش كبير ولا ايه؟ وحفتشك انت كمان. تعال هنا ورينا هدومك. تعال خفتوها فين؟ وديتوها فين؟ تعال تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ سيب هدومي يا طاهر. قول لي بتدور على ايه؟ مالكش دعوه انا بعمل ايه؟ انا لازم اعرف مين فيكم اللي عمل ايه. طيب قول لي، قول لي وريحني واني ادور معاك. أنا مش عايز منك مساعدة يا حسبه. أنا كفيل بك وبغيرك يا حسبه. طيب يا حسبه، طيب يا حسبه. كوباية عناب للوسطى طاهر علشان يروق دماغه. صباح الخير. يا سوزي اخبارك ايه النهارده؟ مفيش، زي ما انا. بس النهارده الجو جميل لطيف. هو احنا فصل ايه؟ فصل ايه؟ شوف يا سوزي، انا عاوزك تعتبر السنه كلها ربيع دائم. الحياه ربيع بالنسبه لك، لازم تتفائلي بالحياة وبالمستقبل. هو ده اللي انا حاسه بيه النهارده، اننا في ربيع. جميل. قولي لي بقى يا سوزي، بعد ما اتجوزتي واكتشفتي؟ ما اكتشفتش حاجه ولا حاجه. مش طريقه دي يا دكتور، انت كل مره بتسال تسال تسال. سيبني بقى انا النهارده اسال. خلاص يا ستي اتفضلي اسالي. هو اتجوزني بصراحه؟ اه طبعا بصراحه. من غير كسوف؟ من غير كسوف. اسألي. ايه رأيك في الحب؟ الحب اجمل حاجة في الدنيا. الحب يعني انت حسيت بالحب قبل كده؟ اه طبعا اكيد، انا بحب الحياة، بحب الدنيا، بحب كل شيء جميل. انا مش قصدي على الحب ده يا دكتور،
أنا قصدي على الحب التاني. والحب التاني كمان. الإنسان لازم يرتبط بحد ويحبه. طيب واللي بيحب ومش قادر يرتبط يعمل ايه بقى؟ شوف يا سوزي، الحب احيانا بيبقى مرتبط بمشاكل وعوائق، ودي حلاوته وجماله. يعني مفيش حب كده من غير مشاكل، حب صافي من غير عكننة؟ عشان ده حب على الارض، الحب الصافي اللي من غير مشاكل ولا عكننة في السماء. انا بتكلم على الارض. شوف يا سوزي، اتفضل يا عم. عشان الانسان يحب ويستمتع بالحب لازم يكون قلبه خالي من المشاكل وعقله ما فيهوش اي عوائق، والمشاكل النفسيه جزء من العوائق دي. انت عايز تقول ايه؟ عاوز اقول انك انت لازم تتخلصي من مشاكلك النفسيه وتحليها وبعدين نفكر في الحب، مش كده ولا ايه؟ شكرا. على فكره يا عادل، انت شوقتني قوي قوي ان انا اشوفها. عشان غريبه مش كده؟ لا، عشان انت مهتم بيها اكتر من اللازم. اكتر من اللازم اطلاقا. انا مهتم بيها على اساس انها حالة مريضة كيس. أنا كمان في الأول كنت مهتمية بيها كمريضة. يا ترى عندك مانع أن أنا أشوفها؟ إطلاقا، بالعكس ده يساعدني على الأقل تشوف حالة حب ناجحة، وده يخليها تتفائل بالحياة. وهي يا ترى بقى عارفة أنك خاطب وأنك مرتبط وأن في حياتك عفت؟ أنا أيوة، بس جدا جدا جدا. وبعدين قولي لي اسئلتك دي بقى معناها ايه يا ست هاني؟ بقى ما انتش عارف معناها ايه عادل؟ معناها ان انا بحبك وخايف عليك. خلاص يبقى ما تفكريش بالطريقه دي مره تانية ابدا، لاني بحكم عملي هقابل حالات من النوع ده كتير، وده ما يخليكيش ابدا تحسي بالقلق. اتفقنا؟ اتفقنا. وبعدين يا عم مجبوري، وبعدين أنا فتشت القهوة والناس اللي فيها والحارة وكل الناس، وبعدين هنعمل ايه؟ حاجة غريبة زي ما يكون فص ملح وداب. فضيحة 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 بجلاجل. أقوله لقشطة، أقوله لأمها وأبوها، ده كأنني اللي حرامي، كأنني اللي سرقت الصيغة. اصبر يا ابني اصبر، بإذن واحد أحد حلاقيها. يا عم ما تقول اللي بياخد حاجة ما بيرجعهاش. تليها فين دلوقتي؟ تليها فين؟ دي تمنها ما يقلش عن 2000 جنيه. يا فضحتك يا طاهر يا بوطي، يا فضحتك يا طاهر يا بوطي. وطي حسك، ليش تجاية؟ طب وبعدين هنعمل ايه يا عم ما تقولي؟ انت بس وما تجيبلها السيرة خالص. طيب. طيب طاهر، في ايه؟ يا عشت مفيش مفيش. هو ايه اللي مفيش؟ امال ايه لازمه الخناقات دي؟ ايه يا طاهر، احنا مش خلاص حليناها؟ انزل الساغه واعمل اللي اتفقنا عليه وارجع قبل ابويا. ها ان شاء الله ان شاء الله. ماشي طاهر، في ايه؟ مفيش يا عشت مفيش. انت نازله من بيتكم دلوقتي ليه؟ جاي اطمن عليه.
يا ابن البنية الآن وجاية تطمن عليك. وإيه اللي حصل دلوقتي يا عم مدبولي؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل يا قشطة؟ روحي دلوقتي الله يرضى عنك، روحي اتفضلي. ولما البوليس يصب عليكي دلوقتي يا بت مش تروحي في سن وجيم؟ اكيد بيدوروا على الحاجه دلوقتي اكيد. وهو طاهر هيسكت؟ لا كبري مخك يا حلاوه، كبري مخك يا بت، ما تبقيش هبله عشان بعد كده حسب يحطك في عناه من جوه. جهزت كام عربية يا بستان؟ انت جهزت كام زبون؟ 5 زباين لحد الوقت. حلو، واحنا جبنا 7 عربيات. ايه ده؟ يبقى فاضل لنا زبونين. لا زبون واحد بس والسبعة هركبها انا بقى، ولا ايه يا شوشو؟ قشطة عليك يا بستان. بستان حسن تعب معايا اول مرة دي. انت المعلم واحنا التلامذة. يا عم ده انت الممول، تبقى المعلم برضه. لولا ذكائك ما كناش نقدر نخلص عملية زي دي. انت مخك جهنمي. شوف يا ابو الحسن، سامي يحط ايده في التراب يحوله ذهب. بس اديله تمويل. ايوه يا عسل، اديله تمويل، فلوسك ترجع الطاقه 2. ماشي ماشي. شوشو مديره المحل بتاعي، شوشو موت. اهلا وسهلا. عندها احدث الازياء العالميه. بقول لك مساء الفل يا سيد بيه. مساء الجمال يا شوشو هانم. اي اوامر؟ لا قول لي يا سيد بيه. عيني انت قلت لي كيس البرشام بكام كده يا حلاوي؟ سايباهم يضربوا معلمك يا بنت على اخواني وانت واقفه تتفرجي؟ مش كنت بحجز يا معلمي؟ بدل ما تحجزي كنت تضربي فيهم احسن. بس انا عملت احسن من الضرب واحسن من التحجيز يا معلمي. عملت ايه يا حلاوي؟ جبت لك دول. ايه دول يا بيت؟ جبتهم منين وازاي؟ في وسط الخناقه وانت شابط في طاهر لقيتهم باظين من بره جيبه. ايدي كلتني، الملقط اشتغل، جبتهم من جيبه من غير ما حد يحس. قلت اجيبهم لك، ما انت الكبير بتاعنا وتتصرف فيهم. اتاري طاهر كان داخل زي الطور الهايج وعمال يفتش في الرجاله بتوعي. جاي يفتشني وقفته عند حده. يا ترى مين اللي لبسهم قدامي؟ ايوه يساووا كتير دول يا معلمي. يساووا اكتر من تمنهم مرتين ثلاثه يا بت، مع حسب وتفرق. يعني ايه يا معلمي؟ انت ناوي تعمل بيهم ايه؟ تكونش حد داكن عليهم؟ مش شغلك، المهم ان انت طلعت بنت مجدع بصحيح. عشان تعرف يا معلمي، عشان تعرف ان احنا من رجالتك بصحيح. انا ما اخسرش معلمي ابدا عشان اوضه وهدمتين. لا ده احنا جدعان وجدعان قوي. وليك الحلاوه يا حلاوي، ومن النهارده انت دراعي اليمين يا بنت. وقشطه ليا. ابقي حضري لي كرتونه صابون وبتاع السلم، اما ابقى ارجع اخدها. حاضر، على بال ما تودي اللي في ايدك. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. سالت عليك في الدكان قالوا لي طلع البيت. خير في ايه؟ مين اللي معاك يا فهيم؟ ده حسبه، مفيش حاجه. مفيش حاجه ده ايه؟ انا عايزك قدام المدام. عايزني؟ طب اتفضل اتفضل. خير اللهم اجعله خير. اهلا اهلا. صباح الخير يا ست الستات. صباح الخير، ازيك يا معلم؟ اتفضل. الحمد لله. تسلمي يا ست الستات، انا جايب لكم حاجه كانت بتاعتكم وراحت.
بتاعتنا وراحت. حاجة ايه؟ أنا عارف بقى، عشان تعرفوا بس الناس بتعمل ايه. قالوا عامل لي شريف ونضيف ورايح يضحك على البنت الصغيرة. يا ندمتي بنت مين؟ ومين اللي حيضحك عليها؟ وقفت قلبي. الصيغة دي بتاعت مين؟ اي والله بتاعت قشطة. دي صيغة بنتي. من اللي جابها لك وازاي؟ أنا بقى هقول لكم ازاي. هات يا ابني مفتاح 15. وعندك اتنين قهوة بني من الغالي للناس الحلوة اللي قاعدة في العالي. انت يا بنت، انت يا بنت، حد قال لك هاتي حاجة؟ ما تسيبينا في حالنا يا بنت. يا استاذ طاهر ما تروق، ضربت المعلم وشلفطته وكمان زعلان. اما غريبة يا جدعان. حط القهوة عندك وبالسلامة، الحكاية مش ناقصاكي. اها وانت كمان يا اسطى مدبولي. هو في يا جدعان؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ ما بتحصل لكل الناس، بتبقى في ايدك وتقسم لغيرك. بنتي يا حلاوه سك على القهوه. البنت دي بتلاح كلام كده مدبولي، تكونش عارفه حاجه. ما تدقش يا طاهر، مش كل ما يزعق بكلمه هتاخدها على نفسك. يعني الصيغه دي كانت في جيب طاهر. غريبه قوي الحكايه دي. الحكايه باينه زي الشمس. طاهر ضحك على قشطه وقال لها هات الصيغه نبيعها اقدمها لك مهر، ولا من شاف ولا من دري كده برضو. طاهر انا من الاول قلت طاهر ده مفلس، بس هي حصلت انه يسرق البت كمان. لا هو ما سرقهاش، هو بس ضحك عليها. ما هي هي يا عم فاهم. سرقها برضو. انا على العموم لسه شاري برضو مهري في جيبي. اسمع يا حسبه. اسمع انت يما، طاهر لا ضحك عليا ولا طلب مني حاجه، والصيغة بتاعك دي أنا اللي مديها له بإيدك وتحيلت عليها عشان ياخدها، وهددت وقلت له إن ما خدتهاش هعمل في نفسي حاجة. أيوه عشان يرضى ياخدها ويبيعها ويكمل لكم مهري. سمعت يا حسبه؟ وإنت بقى لو تقلوك بالذهب برضه أنا مش عايزاك. وابعد عني بقى يا أخي وعن طاهر وسيبنا في حالنا يا أخويا. أنا يا قشطة. شفت نعيمة؟ شفت شرطك وصلتنا لحد فين؟ البت اللي عمرها ما خرجت عن طاعه. شفت عملت ايه النهاردة؟ ويا عالم بكرة هتعمل ايه؟ اسمعي، البت مش هتتجوز غير طاهر حتى لو دفع مهرها ربع جنيه. كده يعني يا عم فهيم؟ ايوه كده حسبه، هي دي الاصول ومحدش يزعل من الاصول. ماشي ماشي يا عم، ماشي يا فهيم. اني غلطان، خلى طاهر ينفعكم. خير انت تعمل شر انت تلقى، لكن معلش هي الدنيا كده. وانتي مقصوفه الرقبه، هتشوفي انا هعمل فيك ايه. انت سبب المصايب كلها. والله ما حد سبب المصايب غيرك انت العيبه وغير عينك الفرغه. لكن اوليه بس اوليه، وانا برضو السبب. مش تفهمني الحكايه يا طاهر، أنا مش فاهمة حاجة، أنتوا اتخانقتوا ليه وإيه اللي حصل؟ مفيش يا قشطة مفيش، ما حصلش حاجة، روحي أنت دلوقتي. طب خلاص، يبقى ننزل سوا ونروح على الساير. روحي أنت يا قشطة، الأستاذ طاهر مشغول شوية، زي ما بتقولي كده عنده مشكلة. طب مش تقول لي إيه هي المشكلة؟ مش تخلوني معاكوا يا جماعة؟ يا قشطة يا قشطة، أنا مش ناقصك. روحي أنت دلوقتي الله يرضى عنك. روحي خليني اعرف اتصرف. طيب اصلني كنت عايزه الخاتم ابو فص احمر من الصيغه بتاعتي، هو فين؟ اسمعي يا قشطه، انا هقول لك على كل حاجه. بقول لك ايه، مش وقت حواديت دلوقتي، خلينا في الشغل. ما بدهاش يا عم مدبولي، ما بدهاش. بقول لك ايه يا طاهر، الصيغه بتاعتي فوق في الدولاب يا هندسه. ها بتقول ايه يا قشطه؟ صحيح عندك؟ ايوه صحيح، والخاتم ابو فص احمر اهو. الا حصل امتى وازاي؟ ومين اللي جاب لك الصيغه؟ يا ما انت كريم يا رب. خلاص روق بقى يا اسطى ولا يهمك. ايه يا مدمزاه، راح فين؟ نجيب شاي ولا قهوه ساده؟ لا لو عندك شربات هاتي وفرقها على الحاره كلتها. شربات؟ شربات بمناسبه ايه؟ كفالة الشر.
الشربات جاية يا حلاوة. هي حلاوة مزيتة. أنا حلاوة مزيتة؟ يا قشطة بايتة؟ يا قشطة مضروبة؟ بنت انت ما تطوليش لسانك عليها اللي قطعهولي. تعالي هنا لم العدة بتاعتك وتفضلي وريني عرض كتابك احسن لك. لا خلاص معلش انا عارفه ايه ده اختارشة. تفضل الشاي. ما نتحرمش يا ام قشطة. اقعدي اقعدي عشان الكلام يبقى صادق وربنا يجعل محضرك محضر خير. تفضل يا مدبولي اتكلم قول. انا جاي اتكلم في موضوع طاهر. وطاهر زي ابني وانتوا عارفين. ايوه ما انت اللي مربيه. أبوها الله يرحمه فتولك عيل صغير في 56. طاهر ابن حلال وأبوه ما يتنساش. ضحى بروحه عشان الحارة كلها. فتح صدره رصاص الإنجليز وفدانا ومات هو. خلاص نسيتوه؟ هو ده راجل يتنسي؟ وأم الله يرحمها حصلته في 67 في الغارة الأولانية. الواد قاسى كتير كتير قوي وعمل اللي عمله بدراعه بالحلال. والنهاردة هو عاوز يكمل نص دينه بالحلال. ايوه بس انت هرضيك اللي حصل ده؟ بقول لك ايه؟ على يدي بنتك هي اللي شاريه. بنتك هي اداته الصيغه غصبت عليه ياخدها وكان ناوي يرجعها لكم بس الحرامي مد ايده في جيبه ونشلها. يعني هو ما سرقش؟ شفت يا نعيمه؟ بس حسبه ما قالش كده. ايوه بس بنتك قالت زي ما قال مدبولي كده. اسمعني يا فهيم واسمع نصيحتي. طاهر لازم يتجوز قشطه وانت كمان اللي تجوزهم بنفسك. عداك العيب يا مدبولي. الراجل هيعمل ايه اكتر من كده؟ جاب لكم 8000 جنيه. حد بيدفع مبلغ زي ده النهارده؟ اذا كان حل اللي هيدفع فين؟ نعم بقول لك ايه؟ انتوا عاوزين تشتروا الراجل ولا عاوزين فلوس؟ الراجل باع عرق وشقاه، باع مخرطه بحالتها في الورشه عشان شاريها. هو طاهر فين دلوقتي؟ قاعد في الورشه. روح اندهله وهات المأذون. مأذون؟ لا انا بنتي بقى ما تتجوزش في طيس. قشطة هيتكتب كتابها على طهر الليلة وبكرة إن شاء الله هعمل لها أحسن فرح في بورسعيد.